هنبدأ نشوف دلوقتي ازاي نحمل برنامج ال KXT S 824 Maintenance Console. انا عندي هنا كوبي من ال CD اللي بتيجي مع السنترال، عليها ايتمز كتير اهمهم المانيوال والسوفت وير. انا هختار السوفت وير طبعا عشان اعمل انستليشن للبرنامج او سيت اب للبرنامج. اكسبت، بكتب اسم الكمباني عندي، نكست. هنا السافكس مهم جدا، ده السافكس الموجود بعد البارت نمبر على كابينه السنترال. في السنترال الباناسونيك التي اس 824 بعد البارت نمبر بتاع السنترال بيبقى فيه سافكس. هذا السافكس بيدل على الريجن اللي معمول ليها السنترال حسب مواصفات الريجن دي. فاللي موجود عندي على كابينة السنترال هو CE، وهو اللي بيحدد الريجن اللي منتج ليها السنترال. اذا ما اخترتش السافكس الصح زي ما هو مكتوب على كابينة السنترال، مش هقدر اعمل PC بروجرامنج للكابينة دي. لازم ننتبه للملاحظة دي. وبعد تحميل البرنامج لو حبيت تفتح سنترال السافكس بتاعه PX وانت في التحميل او في السيت اب اخترت CE مش هتقدر تفتحه، لازم نرجع تاني نحمل البرنامج من جديد مع اختيار السافكس الصحيح اللي موجود على البارت نمبر بتاع السنترال عندنا. اختار نيكست 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 نيكست، بيبدأ التحميل. انتهى التحميل وبيسأل على الباسورد، وهو باي ديفولت 1 2 3 4، وبيطلب تكراره تاني 1 2 3 4. اوكي، بيبدأ يفتح لي فايل السنترال. بيسألني الأول هل أعمل داونلود لليو اس بي سوفت وير درايفر. طبعا لا، لأنه موجود عندي اوريدي. لما بقفل ببص على الديسكتوب عندي بلاقي فيه أيقونة اتحطت على الديسكتوب عشان البرنامج. بيسأل على الباسورد بداية، ولو أنا كونكتد مع السنترال بصح دي، بحط عليها علامة صح. يعني انا طبعا مش كونكتد مع السنترال، انا مجرد ان انا بجرب، فبدوس اوكي فبيفتح لي فايل للسنترال في كل تفاصيل البرنامج. شكرا.